الله أكبر. طيران حربي يستهدف مدن وبلدات في الغوطة الشرقية. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم، شلونك عمي؟ ايش رايك بزفت الشوارع؟ والله شفت عينك، اغلى جوره نص متر. قبل الزفت اللي زفتوه من فتره احسن ولا الاحسن؟ ما الزفت اللي زفتوه كله مو عاطل، مو نظامه يعني. على مين المسؤوليه برايك؟ والله المسؤوليه على اللي زفت، يعني ما بعرف زفت بوقت مو مناسب، وبالشهر ال 11 تحته مي ومواده كان مي نظاميه. زفت تعبان كثير، يعني قبل كان افضل من هيك، فبعد ما عادوا التسفيت ايش اللي صار ما حدا بيعرف، يعني صار سيء لابعد درجات الحدود، ضر السيارات كثير وضرنا كثير كثير لابعد درجات الحدود ممكن تتصورها. المسؤوليه بتقع على اللي زفت، على المسؤولين مثلا، على المجلس المحلي، على مين برايك؟ هلا والله اعلم المسؤوليه بشكل عام يعني كانت على الناس اللي انه كانت مستلمه هالمشروع هذا، فاما كان المتعهد او الناس اللي عم تستلم منه، بس حسب يعني اللجان اللي استلمت هالموضوع هذا والاعلانات اللي نشروها هن في الشوارع انه كان الحق على المتعهد، تاخر بالوقت واختار وقت غلط للتزفيت وما يعني طبق المواصفات اللي عرضها بالمناقصه. تحسيت زفتت طلع ما طول شيء، رجع حفر وجور أسوأ من أولي، يعني أولي كانوا أحسن من بعد ما زفتوا. على مين المسؤولية برأيك؟ والله المسؤولية على اللي زفت، على اللي كان مستلم هالمشروع هاد، يعني مفروض أنت اليوم مشروع ما نقدر لا تستلمه. يعني تروح عند جسر، عند قبل جسر الحاج كله محفر زيت، يعني أكثر مناطق بها محفرة طرقات. كان أفضل قبل الزفت ولا بعد الزفت؟ ها أمس طموه بغاية يا أحسن من الزفت. انتوا شايفين معنى هذا الكرنفالات اللي عم نعيشه كل يوم ورا الثاني بمناسبه اعياد الثوره. بشكل دائم نحن عم نجدد هاي الاحتفالات، الحمد لله نحن بخير، نحن بخير ان نحن عم نبني جيل صح، فنحن الفرحه واللي والثمره اللي نحن راح نجنيها من بناء هذا الجيل، الحمد لله فرحانين اني عم نحسن نفرح الاطفال. اليوم نحن وصلنا للمباراه النهائيه ضد نادي الشرقيه، الحمد لله تفوقنا في البطوله وقدمنا مستوى جيد، وهلا ان شاء الله ربحانين 3-0، وان شاء الله لنهايه المباراه نقدم مستوى افضل ونجيب نتيجه اكبر ونتوج باللقب. المركز الثاني الفريق الشرقيه. بذكرى الخامسة للثورة السورية، انتهاء اليوم دورة الشهيد خالد أبو سليمان الكروية بمشاركة 8 أندية من كافة محافظة حلب المحررة برعاية مؤسسة بصمات الخيرية. فأمنا اليوم بتكريم اللاعبين بالمركز الأول والثاني والأفضل مدرب. أنا بقولكم كل عام وانتم بخير، وبحيي كل الأمهات الصامدة اللي باقي على أطفالها.
اللي يحب أطفالها، اللي يحب أطفال الأيتام اللي تهتمي. أنا بشكركم كثير من كل قلبي، وفي ناس كثير يعني عم تحكي عنكم، على صمودكم، على قوتكم على الأرض في هالأوضاع الصعبة اللي مر فيها البلد. أنا بشكركم كثير على حضوركم، وبتمنى إنه تكونوا مبسوطين وتنتهي الحرب وتعيشوا بسلام مع أولادكم. كنتي وما زلتي الصبر الحنون والحضن الدافئ. قامت جمعية نساء سوريا بالتنسيق مع مجموعة الكتارو دليبو بهذا الحفل الكريم، حفل عيد الأم، كرمنا فيها نساء سوريا، أمهات الشهداء، أمهات المفقودين، أمهات المعتقلين. رسمنا البسمة على وجوههم للنساء، دخلنا الفرحة لقلوبهم لهالنساء، والحمد لله رب العالمين كانوا النساء كتير مبسوطين. حبينا نكرم الأمهات وندعيهم على هذا الحفل، وبنقول لهم كل عام وانتم بخير، وبنقول لأمهات الشهداء إن شاء الله أولادكم إن شاء الله بيستنوكم بالجنة إن شاء الله وتعالى. وبحب أعيد أمي اللي 5 سنين ما شفتها، وكل عام وانتم بخير يا أمي. يلا علاء علاء ابو علاء بكري، يلا صفا صفا يا جماعه صفا.